الديون في حدود المليارين و200 ألف 200 مليون. نعم نحن في إمكاننا تقديريا أن ننهي هذه في خلال الخمس سنوات القادمة. نبقى في موضوع الديون، ماذا عن الجدول الزمني لسداد هذه الديون؟ نحن ذهبنا للمحكمة من أجل إرقام دائن واحد اللي غير موافق، وهذا قانونيا يمكننا أن نذهب للمحاكم ويرقم على الموافقة. عندنا نحن 98% من الدائنين تم الاتفاق وموافقين على خطة إعادة الهيكلة بجميع أنواعها بما قدم من الشركة. فالإرقام بيتم في المحكمة، تأخذ فترة بين في 10 جولاي بيكون هناك اجتماع، من ثم في أغسطس ستقوم المحكمة وليس نحن بطلب من هذا أن لا يمكنه التقاضي وعليه أن يقبل بما قررت الشركة. سيد خميس، تحالف استراتيجي بين الأحواض الجافة العالمية وشركة كيوك الماليزية، ماذا يعني ذلك وكيف سيؤثر على عمل الشركة؟ مجموعة كيوك الماليزية من حقيقة من المباحثات الجيدة جدا، هناك تعاون مثمر بيكون في المستقبل، هناك مجموعة من الأهداف اللي عندنا نحن وعندهم هم متشابهة، وأيضا القدرات هم في نفس المشاريع ونفس أيضا الأعمال اللي تخص مجموعتنا. فعليه كان بدينا نفكر جديا في أن ندمج شرق آسيا، أعمالنا في شرق آسيا مع مجموعتهم، ونعمل مجموعة جديدة تكون أكبر قوة في المستقبل. حسب الجدول اللي حاطينها نحن للأعمال في شرق آسيا، نحن نتوقع أن يتم ضخ في حدود 600 مليون دولار على فترة لأربع سنوات أو خمس سنوات القادمة، وهذا سيرفع إن شاء الله من الأعمال بحدود بين 900 إلى المليار واثنين وأربعة في المية أربعة مليون. إلى أي مدى سيعطيكم تحالف من هذا النوع هامش أو مرونة في موضوع إعادة جدول الديون الأحواض الجافة العالمية؟ جدول إعادة الجدول انتهى بالنسبة لنا، يعني هذا نعتبر نحن انتهى وتم التوقيع على جميع الأوراق المتعلقة بذلك، فهو مو بالمهم في الوقت الحالي، المهم هو النظر للمستقبل. الشركات الدولية حقيقة الوضع العالمي ما زال في حالة من عدم الاستقرار، والتوقعات أنه بيستمر لفترة، أيضا التوقعات أن أوروبا لن يتغير فيها الوضع المالي بل بيكون العكس صحيح، لو تلاحظ أنت المشاكل المالية الموجودة في أوروبا، وعليه توجهنا لذلك يضيف فاعلية أكثر في عملياتنا للمستقبل.